رافقنا خالد اليوم حتى البيت اللي غادي يسكن فيه اللي غادي يبات فيه اليوم بين ما قلب على حاجه اخرى. حنا كنتواجدوا في قصبه اليمين، في قصبه اليمين السيد اللي دخل ما بغاش يبين وجهه راه هو، وخالد هو معنا دابا فيه النعاس ومخلوع. خلينا ناخذ كلمه من خالد. وي خويا رانا في فيديو كنسمعك، فرحان بزاف والله. وليت خزوب السيد جاوب السيد، وليت فرحان بزاف. شش والله الا كنعس فرحان بزاف الصراحه، حارت بزاف و 8 شهور ما دوش ومعيط ليا والناس وقال لي مرحبا بك للدار. ماشي اي واحد يقول لك مرحبا بك للدار دوش وداكشي، قال لك يخاف كاين كلشي. وشكرا بزاف السيد والله، غندوش اليوم والناس مرتاح وغدا نشوفو شنو كاين. 8 شهور ما دوشتي، اول حاجه غدير فاش نطلع من الدار مع السيد غندوش، نقول بسم الله وندخل ندوش. ما غندوش الناس الا كاين شي عشيوه مرحبا. الله يجا فرحان ترى دوزنا قبل الكورونا ودوزنا واحد عام اخر عاوتاني وخدمنا عاوتاني ودوزنا نبقى دوزنا ولاد سي بزاف بزاف، دوزنا ولاد سيان مدينة قبيله. وانت كتسنى الاتصال بالفون ديالك راه شفت كل اللي كنت كتشوف فيك. وي شوف ما وصفش الفرحه ديالي الصراحه، شي تعيط ليا راه ما وصفش الفرحه ديالي. شي نسى داكشي اللي خلاتني 24 عام ساعه لا غنشوف انا عند النقا، بقى مع النقا 4 ساعه وانا مع النقا والله. زاديتي الخيريه ولكن اليوم كنتي بالمغاربه كلهم واقفين معايا، شكرا بزاف والله. كما قلت لكم شكرا بزاف ليه والله، راه ماشي اي واحد يضيفك في الدار ويقول لك جيت دوش ومرحبا بك، كاين اللي كيخاف على راسو. وشكرا بزاف ليه، الله يخلي ليه ما تمنياتي، الله يخلي ليه الوالده ديالو، الله يخلي ليه، الله يطول ليه في عمره. شكرا بزاف. والله ما كنتش كنتوقع، كنت غنقول صافي غندير فيديو غنعس الغدا الا كان شي حاجه مرحبا، ما كانش هاني. ومن شفت الاتصالات بزاف راه مغاربه وقفوا معاك واه بزاف والله. واخا خويا تعطينا الكلمه ماشي. واخا خويا اليوم قررتي انك غتجيب خالد وغتدخلو معاك للدار، كيفاش حتى جاتك الفكره؟ جات الفكره غير من التشجيعات ديال مراتي، وحاجه واحده اخرى انسان اللي ما عرفش. المهم معاناه ديال هاد السيد خالد ومعاناه ديال الناس بزاف، غير اغلبيه الناس تيبغيو يساعدوا ولكن تيخافوا من العواقب ديال هاد المساعده. ولكن انا تنقول الانسان من تيدير الخير ربي ما تيخيبوش، تيخليه تيجازيه اكيد. و هاد الفكره هادي كنقول لك تنشوفو ستيلي الدوش واحد فاش خرجت باش نجي نجيبو قلت انا اكيد غادي يحتاج الماء سخون، ولا سي نورمال خصو يلقى الماء سخون يدوش. وهذا ما كان يدوش يبغى يتفرج وهو فيه الناس، هو تيبان لي غادي يدوش غيدخل والما كان راه بوحدي هاد اليومين هادي، مراتي عند والدين ديالها وكاين شويه ديال شي حلاوه كاين واحد الحريره كاين لا حتى تقول فيك الناس، ولكن من الدوش وترتاح غادي تقول واش كاين ميتكال اخويا. ما عنديش اليوم والله الا الليله اللي بغا يديرو انا عارف راسي غدا خدام شويه غنتحاسب مع ضلوعي الصغير، ولكن انا معاك والله الا معاك والله يسهل لك الامور. نتمنى غدا الناس يعاونوا شويه وانا مستعد يعني حتى العشيه عاوتاني غير نجي من الخدمه وانا مرحبا. يعني بقيت تما بغيتي تدوش ولا بغيتي الحوايج كيتصبروا هذاك والله الا على راسي والله جي نهبط ناخذهم ولا نكون دايز من حداك فين ما كنتي نجي نجيبهم
نصبنهم لك ونجيبهم لك، ما عندناش مشكل، ما غنخسر عليك والو. شي حاجه نبغي نعاونك بكثر، ولكن رجع في الله. المهم هذا هو الجهد ديالنا، وان شاء الله الحمد لله باقي الخير في الغالب. اكيد انت شفتي الزوجه ديالك شافت الفيديو لايف، صمت عليك. ما بغاتنيش نبقى نبات بوحدي اليوم، قالت لي يونسك شي واحد راه يونسنا خالد. انا نقدتيه اليوم، ما نقدتوش، ربي نقدو اخي، ربي نقدو. اه ورا بات مسكين بشحال من مره، ولكن المهم ولا لي يخيبك، الله يفرحك. المهم انا بالنسبه لي انا عجبني الحال، لقيتك نقيقي وهذا هو ما كان انسان تيكون في الشارع ولكن حافظ على راسه. هذا شكرا لكم مشاهدينا اللي تفاعلتوا مع خالد، ما خليتوش يبات اليوم في الزنقه، واخا باش ما تباش عندي في المرايا، واخا تفاعلتوا مع خالد ما خليتوش يبات في الزنقه اليوم قبل غدا. الحمد لله ود الخير جابو عنده للدار، غيبات اليوم حتى الغدا ان شاء الله. هاك اخويا شنو تبغي تقول للمغاربه؟ شكرا بزاف على المحسنين، وشكرا بزاف بزاف بزاف، ماكش غنتوقع هادشي، وانا فرحان بزاف والله. غادي الناس بعدا وغندوش ويحل غدا ان شاء الله، اذا كان شي حاجه مرحبا والف مرحبا. بعدا فرحان بعدا هاد الليله، راه بحال داس عندي شي حاجه بزاف والله. الناس مرتاح وغندوش الناس مرتاح. الناس الحمد لله والله الناس مرتاح، ندوش بعدا راه دوش هو الاول، غندوش بعدا شحال هادي ما شفت الماء السخون، غندوش الناس حتى الغدا ان شاء الله يحل. ولكن شي حاجه الناس عيطوا لي غنجاوبهم، شي خدمه مرحبا وشكرا بزاف اللي عيطوا لي والله. مشاهدي قناه شوف تيفي، تبعتوا معنا القصه ديال خالد من الاول حتى الاخر. غدا ان شاء الله نتلاقاو معكم في بث مباشر جديد مع خالد. شكرا لكم حيت اتصلتوا به وتعاونتوا معاه، شكرا لكم، نتلاقاو غدا ان شاء الله، الى اللقاء.